بنعرف قيمة عاداتكم وتقاليدكم، ما ممكن نخالفها ابدا. شلون يعني؟ يعني بالقانون انت مجرم وفي ادلة على انك انت قاتل. انت بتعترف انك قتلت اختك ما هيك؟ ايه قتلتها. دفاعا عن الشرف صح؟ عرضي هذا. هل تعلم انك تستطيع الان ان تخرج من السجن؟ شلون يعني؟ صدر عفو عنك واعتبرت جريمة شرف، والمدة التي قضيتها في السجن كانت كافية. يعني أنا طلعت براها؟ طبعا طلعت، وطلع لك مصاري تعويض عن مدة الحبس اللي قعدتها. لك يا بري الله، أبلع الأبلع أبلع. إيه بس في اتفاق بدنا نعمله مع بعض. شو هو؟ هلا رح تروح تغسل وتتحمم وتغير أوعيك، والضابطة رح تحكي لك شو هو الاتفاق. طبعا الضابطة هي المسؤولة عنك بشكل مباشر. الحمد لله على سلامتك اختي ام عصام، وان شاء الله شدة وبتزول،
ومشان معتز بإذن الله بإذن الله رح يرجع لك بالسلامة لأنه معتز بريء. وكلي الله مع عصام. شو بكي؟ أنا بعرفك إنسانة قادرة ومؤمنة وصبورة وقوية. بعدين معتز الله ما رح يتخلى عنه بعد اسمه الرب. شلون صارت سارة؟ الحمد لله خالي صارت أحسن بكتير. الحمد لله. بدي أقوم شق عليها أنا. هي معي دلوقتي. ولا أحكي معك مشان ما ضرون وجبلون الحكي. إذا في شي حكي عمي أبو حازم صفا. يا نمس يا صاحبي، شو رأيك حماما؟ أنا مو نمس. بعدين أنا مو صاحبك، لا تكذب. الكذب حرام. طيب يا مو صاحبي ويا مو نمس، شو رأيك حميلك شوية مي من شان تتحمام؟ لا تواخذني يعني، والله ريحتك مانا حلوة. إيه مزبوط مو حلوة. إذا بتسخلي مي بتكون حباب. خلاص هلا على حالك، رح حمي لك شوية مي وجيب لك ليفة وصابونة مشان حمامك. انت شو اسمك؟ انا تنكي. تنكي تنكي. انت اذا ما بتعرفني وما بعرفك، ليش عم تساعدني؟ ليش انت كتير حباب معي؟ عم ساعدك؟ لا ما في هيك، لله بالله يعني بلكي بنوبني سواب. رايح سخن لك مي. يا حباب انت ليش عم تزور بيت ابو حازم؟ في حدا بتعرفه هنيك؟ مين ابو حازم؟ نشأة القهوجي. نشأة القهوجي؟ نشأة القهوجي مظبوط، موجود عندهم مني بالليستة، بعتوني لعندهم المصلحة. يعني المجرمة صفا اللي هي بنت عمك ما كانت موجودة ببيت أبو حازم؟ بنت عمي ما لها مجرمة. خراس. اللي بيقتل جندي من جنود الدولة الفرنسية بيكون مجرم ولازم ينشنق. والله هذا برأيكم، بس بنت عمي ما لها مجرمة. هذا الكلام تتحاسب عليه وفيني احبسك. وبتوصي صغيرة للمصلحة بيلعوك من الشغل وبتموت من الجوع. اسمعي يا جناب الضابط، بنت عمي بتكون شرفي وعرضي، ولو شو ما عملت وحتى لو كانت بنظركم مجرمة، اوعك تفكر انه اذا عرفت عنها اي شيء بيوم من الايام رح اجي لعند منك وخبرك. حتى لو شرقتوني
تمام. قريبا ان شاء الله راح اعلق احد المشناتك ومشناتها. صاروا كامشين اكثر من جمعيه خيريه عم تجمع تبرعات على اساس باسم الدين. لك معقول؟ حتى لقمة الناس صاروا عم يسروها يا جماعه. لا عمل عمل عملك ما عادوا خافوا من ربه. اعوذ بالله. الله يجيرنا. يا بالله سيدي شباب صار يعيشوا كثير بشوفوا كثير. يا عمي بشير الفرج شو اخباره؟ والله يا عمي مستوره، يعني خدمتك بلمتك مو جايبه. السلام عليكم. اعوذ بالله من غضب الله، هذا شو جابوا لهون؟ لك لك عيلة تموت لهون كمان؟ طلع من هون ولا؟ طلعوا لنا برا يا رجال. طلعوا لنا. بعد عني انت وياه. خرب بيتك من حالك. بعد عني. بس ولك؟ بعدوا عنه. بوس ايدكم لحتى يقرب مني ها، بذبح حالي ها. استغفر الله العظيم، شو عمي؟ لك هذا واحد جبان، خلصوا اياه ولعوا لنا برا. لك يلا لا. شيلوا من داخل عليك عمي ابو عصام. بس اسمعني مشان الله اسمعني. احنا برا. اسمعني عمي ابو عصام. تركوه تركوه لشوف. شو بدك تقولوا له؟ عمي انا الفرنساوي طلعني وقال انه اللي صار معي جريمة شرف وبده مني اشتغل عوايني وانا مالي غير الله وغيركم. مشان الله عمي ابو عصام ما بدي اشتغل عوايني. مشان الله ما بدي اشتغل عوايني عمي ابو عصام. مشان الله انا غلطان شيء اذا ما بدي اصير عوايني. انا ندمان ندمان وغلطان بس اللي ما شنقوني ما شنقوني. حطوا المشلة قدامي مره ومرتين وثلاثه واربعه وما شنقوني. يا ريت عملوها وريحوني يا ريت. شوفوا لا عندك حيط اثنين ثلاثه اربعه روح انطاح راسك بالحيطان لحتى يصير 100 شافي. بس جيت انه ناويك وترجع حليمه لعادتها القديمه هي لا تحلم فيها منوب. روح الله يرضى عليك. روح روح حتى ما يصير شيء لا يرضيك ولا يرضينا ويغضب رب العالمين. لك عمي انت مين باتك لعنا هلا بان؟ مين باتك هيك غير لي حلاسك وعمي الافندي؟ من حالي والعظيم من حالي. اصلا انا مالي حدا وما بعرف بالشام غيركم. والله يا عمي ابو عصام ما عرفت قيمة الحبس غير لما طلعت لبرا لانه كان حاميني من حالي ومن الناس ومن كل شيء. ليك شو عملوا فيني ليك؟ شوف يا لطيف يا لطيف على المنصب. وهذا ارحم من نظرة الناس الي. اخي انا قاتل مجرم. هن ما عملوا لي شيء. هن ظلموني لما بروني. انتوا حاكموني. خلي عن النبي ان شاء الله انتوا حاكموني. خلي عن حد حاكمني يا ابو عصام. قم فزوا له قم. لك هاي سلامتك مذبحي شو تساوي؟ قوم عم قلبك هات السكينة شوف هات قوم له. انت رجليك ما حملتك الا لعنا ولا؟ كان وقت اللي طالعوك 100 طريق قدامك شمال وجنوب وشرق وغرب. شو اللي جابك لعنا ولا؟ انت مين قصيد؟ والله لا تحلف ولا لا تحلف وخليني اكمل. قالوا له الحرامي حليف قال له نجاني الفرج. امرك ولا لبان انت مبعوث لعنا مخصوص. ليش بعتيناك ومين اللي بعتك؟ كل شيء بدنا نعرفه. مين بعتك وليش بعتيناك ومنشان شو بدنا نعرف. وهلا بدك تحكي يا ما بينك مد ما فت بتطلع الباب بفوت جمال شعو قدامك. يلا عندي عمي عندي هات هات لشوف. سمعنا الفرنساوي بده يعني يكون عين على كل شيء. عينهم بكل شيء. حدا فهم شيء مشان اللي خلقه؟ احكي بالقلم نشرح ولا؟ امرك عمي امرك عمي. الفرنساوي فايت ببعضه وانا سمعت لما كنت هنيك انه المحاكم من برا مدنيه بس من جوا عسكريه. يعني العسكر الفرنسي بدل القاضي وبدل المفتي وبدل كل شيء. وانا طلعت بهالشرط لانه قالوا لي انه الحاره صار فيها سياسيين وسياسه من هذا الحكي هذا واعطوني كم اسم لازم اعرف اذا فاتوا على الحاره ولا لا. مين يعني؟ يعني البكري لوتلي شهبندر كتار عمي كتار حفظوني اياهم اسم اسم. وانت وعمي ابو حازم براس القائمه. عوايني رسمي ما شاء الله يا عمي. عوايني عوايني رسمي وهي انا قدامكم. شو بدكم يعني اعمل لا اعمل؟ تعالوا اطلعوا لبرا. طلع هلا اطلع مشان النبي طلع. استغفر الله العظيم.
شرفوا شرفوا. شو شيخ؟ شو رأيك أبونا؟ نحن ما لنا رأي بهالقصة، القصة فيها قانون مخالفة للقانون عن طريق القوة. حاكمك وظالمك، إذا رح تدوروا على فتوى رح بتكونوا عم تعذبونا وتعذبوا حالكم. صحيح. هذا الرجل المجتمع مستحيل يقبله، هذا الزلمة قاتل، في برقبته جريمة كبيرة. والفرنساوي انفلتوا، شو نعمل يعني؟ لك لا في حكومة، لا في قوانين، لا في، ما في غير الفرنساوي. لازم ينحسب حساب أزاء قبل كل شيء. والله مزبوط، هذا أصلاً جاي ليأذي. انزدتوا برات الحارة ونخلص من الشغلة؟ ما بعرف. والله شغلته بتحير. شو يعني شو نعمل؟ نجربه؟ والله ما في غير هيك. خلونا أحسن منه يا جماعة. إيه؟ خلونا أحسن منه. كنا نقول حدا بيجيب الدبلة كربون هيكنا جبناه. معناته أنت حتتولى أبو عصام ها وبراسك. هلا كمان مو تحط المسؤولية كلها براس أبو عصام. ماشي 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 ماشي. الله كريم. وين نقاويه بس هذا؟ وين نحطه؟ وين نلايمه؟ حطوه بيت الوقف. إيه والله أحسن ما نحطه بالجامع. ما سمعوا. إيه. بشير عبدو. مرني عمي. غور عمي. عمي الله يرضى عليك هون. خذوا له الزلمة هذا دلوه على بيت الوقف. إذا كان عنده أغراض خليه يجيب أغراضه وخليه ينام بيت الوقف هذيك. ما سمعوا. العينتين قال عنده أغراض بأمانات الداخلية. خليه يروح ينقبر ويجيبهن. روح معه عمي؟ لا عمي لا، خليه يقلع شوكه بإيده. نحن رب العالمين عم يمتحنا. إيه والله صدقت. أمرك عمي. شريف، بدي عنا. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلين أخي نزار، تفضل ارتاح. فهمت عليك، اطمن ما في حدا غريب. بعرفك الأخ الدلال، بنت أبو عصام الحكيم، وبتعرف كل القصة. لا تأخذيني أختي. ولا يهمك أخي ولا يهمك، يعني اللي بحالتك وبحالة صفا طبيعي إنه ما يأمنوا لحدا. مو مشكلة، معذور. تفضل ارتاح. استدعوني من الأمن العام وهددوني. من شان صفا؟ إيه. يو بشو هددوك؟ قال إنه بيفصلوني من المصلحة وبيعدموني. مش كان خبيت عنهم المكان على صفا. وأنت ليش خايف منهم؟ لا تخاف، لأنهم ما رح يقدروا يعملوا لك شيء. لا يا أستاذة، أنت شو عم تحكي؟ أصلاً أنا اليوم جاي لعند منك لحتى أقول لك إنه أنا رايح أعترف. إنه أنا اللي قتلت الفرنساوي. أنا كل اللي بدي إياه منك هلأ إنه بس أنتي توقفي معي. اسمعني يا نزار، هدول الفرنساويين عرفانين مين يلي قتل العسكر. يلي شاف صفا هرب وخبر عنها. وإذا أنت هلأ بدك تسلم حالك ما رح تستفيد شيء، إلا إنهم ينفذوا تهديدهم ويعدموك لا سمح الله أنت وبنت عمك. طيب وشو الحل؟ أنتي شايفتيهم شو عم يعملوا؟ هن مو ساكتين ولا رح يسكتوا ولا رح يهدى بالهم لحتى يكبشوها لصفا. وانا مستعد افديها بروحي لصفا ولا حدا يلمس شعرها من راسها او يقرب عليها. انا برايي انه ما في غير حل وحيد. يستر على عرضك، قولي شو هو الحل. انك تاخذ بنت عمك وتهرب انت وياها. بدنا نحاول نلاقي لكم طريق من هون لاسطنبول او بغداد. هنيك الفرنساوي ما له ايد وما بيطولكم لبين ما نخلص منهم عن قريب إن شاء الله. شلونك سليم؟ الحمد لله، وانت كيفة؟ أنا منيحة. أخي زيد وينه؟ بعته مشوار على خان الزيت. زعتنا، أنا بحجات أخي جاي لشوفك. صلاة النبي؟ إيه والله، ما أنت صلك مدة لا طليت ولا شفتك. مانك شايفة الخربطة اللي إحنا فيها؟ أنا قلت بعد هالغيبة رح تبعت أمك لعنا. اسمعي يا بنت الحلال، بس تخلص قصة خالي معتز بخير وسلامة رح أبعت أمي تخطبك. مو بس خطبة، وكتب كتاب كمان. لك عندو طبخاتي. يا ميت أهلا وسهلا بيك يا زي، والله نورتي.
البيت منور بصحابه عمي ابو حازم. انا اليوم ما عم زوركم بصفتي محاميه، انا اليوم عم زوركم بصفتي خطابه. يو خطابه يا ستي، اهلا وسهلا فيكي بالصفه اللي بدك اياها. الله يخلي لنا اياك يا رب. الحقيقه قصدني اخونا نزار وطلب مني اجي لعندكم، لانه لا هو ولا اهليته بيقدروا يجوا لهون. قال لي انه سحبوه الفرنساوي وحققوا معه وهددوه، ويمكن يكونوا مراقبينه. اضرب عليك يا ابن عمي. الله لا يوفقهم، شو عم يظلموا الناس ويضيقوا عليهم. بقى نزار وكلني اني اجي لعندكم واطلب انه نتمم قرايه الفاتحه لصفا ونزار. شو قلت عمي ابو حازم؟ بتقبلني وكيله عن نزار وبتقبل طلبه؟ والله بالنسبه لي انا موافق، بس لحتى نشوف راي الست صفا. شو قلتي يا صفا؟ موافقه موافقه. انا بدي اسمع منها. شو عمي ابو حازم؟ الله يرضى عليك يا بنتي. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك يا صفا. من اليوم ورايح ما بتعدي غير بمشقيتي، لانه بدي ادفع حصك من هون لليله العرس. والله نية عليك على هالحمايه. يلا قوام قومي ذوقينا قهوتك. تكرم عينك. الله يكرمك. ايه عمي ابو حازم، انا بدي الامور تمشي على رواق، وامتى بتلاقي الوقت المناسب لنكتب الكتاب؟ خلص اتكلنا على الله ونعم بالله. تقبل منها منك يا عمي. عمي بدي روح شوف معتز. الله يصبر ان شاء الله. مالك عندي شيء؟ نشأة تطلع بالمصاري أحسن ما تربش القهوة فوق راسك. ها ليش هيك عم تحكي مع عمي حازم؟ اسمعوا يا رجال، اسمعوا منيح. ها أنا إلي مع الزلمة مصاري يصرون عمر وهو مطنش. مالك عندي شيء وأنت واحد كذاب؟ أنا مالي كذاب. ها أنت الكذاب ونصاب وحرامي. لا قصي على حالك، شلون تحكي هيك معك بريتنا؟ وإذا بتفوت على حارة محارتك تحترم العالم ولا؟ روح شيل إيدك وقت الزلمة بتحكي الأولاد بتخرب. أنت بتطلع شو الدين ولا؟ سكتوا لما وصل تعب الله. وكلي الله لك سارة، وكلي الله. هي الأستاذة اليوم طحنت بالحكي، لازم تكوني مبسوطة. أبي أنا جبت لك معي تسيي أمك عملتها بخصوص قصتها فيها. أنا حلفت اللي أجيب لك يا لهون. شلون أهمي لك يا أبي؟ شلون أهمي؟ الحمد لله بسلم عليك، كثير مشتاق لك. هلا حتصير أحسن إذا أنت أكلت السيارة يا أبي. سهرة
هاي تسيئة ونبي. سمعت شو قال؟ لك قلت لي الكفيل حطاك ما؟ ايه سيدي، مو هيك اللي عرف بقول ولا انا غلطان؟ لا انت ما بتغلط بنوب. شو ردك على هذا الحكي يا ابو حزين؟ لك يا سيدنا الكفيل حطات ليره ليرتين، خمسه ابو 200 ليره. يا اخي لعنه ضربك، يخرب بيتك، بدك تاخذ منه 200 ليره؟ لك كلك على بعضك 200 متلك ما بتسمع. ليش هيك عم تحكي معي سيدي؟ لك شد بوزك للسبيل، ليش هيك عم تحكي معي؟ طيب، إذا طلعنا من هالقصة، قصة أختي شو؟ يستر على عرضك، هاي الأمور اللي تدخلوني فيها؟ حل أمورك بينك وبينه، أنا ما خصني. شو أمرت ولا؟ نكتب ضبط ولا ما نكتب؟ طبعا نكتب، لك طبت ولهوة. أبو حزيم، مصرع كتب الضبط يعني؟ لك طبعا. شرف معي عاوزة. شرف. تعالوا تعالوا. جاك 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 انت حبيبي وصاحبي وما لازم اخبي عنك شيء. الله يخليك. ايش كان بدنا نكتب الضبط؟ بدك تروح جنابك معه على الامن العام. فشو امرت؟ خبرني جوابك بعد ما رد على التليفون. ايه ماشي. ايوه يا ابني. احترامي سيدي، سيدي موجودين قدام مني. عفوا. حاضر حاضر احترامي. هذا ماكو سيدي. لا يا ابني يا عزمي. نلع من خليتي براءة. براءة شو؟ ابو حسين الله يرضى عليك ما تتدخل بشغلي. مزيان تعال سيدي. طالع كل المحابيس اللي بالنصارى كلهم كله. شو فهمت مني؟ نلع يلا تحرك انت على شغلك. براءة قلت لك يلا تيسر. السلام عليكم. طلع هاد مدعوم كتير ولناس فوق واصلين. لا ما طيب، والقهوة اللي طبشت؟ عوضك على الله يا ابو حازم. لا حول ولا قوة الا بالله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم اللي عندنا بكفي لشغلنا؟ ايه أكيد بكفي بكفي، لأنه في عندنا طلبية ماكلة. ايه العيونة. السلام عليكم. لك شو جابك لفتنك ايه؟ والله دقتك لاقي، دقتك لاقي عقيد. لك شو دقتك لاقي؟ ما قلت لك للنهار بتضل قاعد عند النمس بتشوف شو بده؟ ايه والله حسيت حالي محبوس بين اربع حيطان. كأنه الحبس لك. ايه والله يا ابو الحكم، يا ريتني بالقهوش كان قهوة. قوم ارجع لعنده قوم. لك صاحبك هاد إذا وقع والدهر ضامه بتتخلى عنه وبتتركه؟ انا بدي اتخلى عنه يا عقيد. الزلمة أكل وشرب وفات على الحمام، قفلت عليه وجيت لعندك مشان أقول لك شغلة. شو هالشغلة؟ خلينا نجيب ستو مشان تقوم فيه. ستو؟ ليش النبس له ست؟ ايه عقيد، ستو ام امه بالنبك، ويمكن تكون عايشة ويمكن تكون ميتة، ما بعرف. عايشة عايشة ابو الحكم، شو بدنا النبس كان يحكي لنا عنها. ايه بجوز. هلا لا تقعد تتحزر انت وياه، مسيك. هاي مصاري بوشك على النبك. بتروح بتنكشها من تحت الارض لستو بتجيبها لهون. وبتفهمها شو وضعه وبتقلها انه لازم تجي وتحوفه. شو علي عقيد؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ابو الحكم مور عقيد. الله يرضى عليك، بتروح بتقعد محله لتنكي، بتشوف النمس شو بده. ما بدنا نتركه، حرام بركي صار له شيء لبين ما يرجع تنكي هو وسته. روح. ايه شو علي؟ لا ما شو القصة هي؟ بدك يروح فيها النمس كمان. لا حول ولا قوة إلا بالله. ايه شو بدك تعمل يعني؟ والله ماني عرفان. حال الكفيل حطاه. ايه انه هلا بعد كل هالمدة؟ حدا متبلي عليك يعني؟ اكيد حدا متبلي علي. تينا يا شيخي. الشغلة مو شغلة فتوى يا ابو حازم. الحق ما بينزعل منه ان كان النا ولا علينا. مظبوط. مين قال لا؟ ولا هو موضوع مصاري ليكون في حدا قالوا عند حدا، الموضوع في حدا قاصد قدرك وقيمتك مو المصاري. ولأنه بيعرفوك عند كلمتك، ولأنك كفلت حدا ما بيستاهل، إجا بهالوقت ليحرجوك ويهزوا قيمتك. هي
غلطنا وكفلنا حدا ما له كفو. إيه هاي فوجة زادي يعني لعب على العالم. طب هلا كيف نحل؟ طلع القدر والقيمة بينشروا بتليفون. اجا تليفون الله وكيلة وطلعنا من القصة كلها تزمير. ولك لا عطل ولا ضرر. طلع الزلمة مدعوم. مدعوم؟ اروح شوف لي مين اللي دعمه. إذا بالمخبر ما قبلوا يعملوا ضبط. لك أنا صغير ما قدرنا عليه، حنقدر على اللي دعمه. الله سيدي الله إلنا الله. عسل مقطع تعقول. مسيك. مسيك صفيحة. مون. لك صفيحة مسيك لألكو. لكو. عصفور. والله يا عمي شبعان مو مثل الجوعان. الجوع بخليك تعمل كل شيء ها؟ بخليك تقتل وتسرق وتأذن. أجري. إيه؟ بس مو بس الجوع بخليك تقتل وتأجري. قلة الشرف كمان. لك ليش أنا قتلت أختي؟ أنا ما قتلتها. أنا ما قتلتها. ما قتلتها. أنا ما قتلتها. ما قتلتها. قصد من هاي ما قدرت ولا اسمع من هاي وين خرجها؟ وانا ببطن مين تاركة ولا؟ وانا مين قدرت ولا؟ عليك لك قل لي مين عليك؟ دلع شايف لك سليم؟ بعد كل شيء كده دفعناه بهالدكانه صارت إلنا. ايه والله يا ابي. ولسه يا ابي لسه الخير لقدام. مبروك سليم مبروك. الله يبارك فيك. بس حسك عينك ها. حسك عينك حدا يضرب هي القصه. بضل بيناتنا. وكل اول شهر بجيب لي كره دكان لهون، عم تفهم؟ يا ابي فيني اسالك سؤال؟ لا يا ابي. بعدين. بعدين بنحكي. امرك. يا دلال شو قلال؟ ليش دلال؟ طول بالك شوي. ايه استاذي تفضل ارتاحي. شايفين كل هالوراق والمحاضر والتحقيقات يلي خضالها معتز وكل طلبات الطعن والاستئناف والتأجيل؟ ايه هدول كلهم مالهم فايدة بقضية معتز. شو يعني ما فهمت؟ وكل هالدورة واللفة يلي أخدونا ياها من قصة الجنائية للسياسية للداخلية للفرنسية ايه كلهم كوم وهالصورة بكوم. الخلاصة خلينا نفكر من هون نبدأ من هون. هاي الصورة يلي كانت السبب بقتل ظافر وما في أي احتمال تاني. أستاذي أنا ابني ما قتلوه لو كان بده يقتله كان قتله من وقته. يعني قومي بيوم شوي. لا معلش خليها بدي اياها تضل تسمع لو سمحت. شي معلش طول بالك علي انا بدي اياها بهالموضوع مشان هيك طلبتها. تفضلي. ظافر ليش كان مصر يحتفظ بالصوره؟ لا واشترى جريده ثانيه وقص منها الصوره وخباها بعبه. مو هيك القصة؟ هيك ظافر كان بده شي من هالصورة وكلياتنا منعرف ليش الصورة؟ بعتقد كلنا فهمانين ليش. ايه السر بالقصة بدلال. انه في حدا ما بده صورة دلال لا مع ظافر ولا مع غيره ومستعد مو يقتل ظافر مستعد يقتل اي حدا بيقرب من دلال. انتي شو رأيك دلال؟ ما بعرف. مبلا بتعرفي دلال بس انتي محرجة. يعني سمعوا؟
هذا واحد مجنون على البركة. لو كان خليه تحت العين مثل ما عمل لك. لا بس يعني هذا حتى لو لو طلع هو هذا واحد مجنون ما حدا حياخد على كلامه. لك لا محكمة ولا قاضي ولا شيء. شو بدنا نحل تاني مثل ما عمل لك وبس أبي خلاص. لا يخرب بيتك. الله يعوضك عمي. السلام عليكم. السلام عليكم. يا ميت هلا. شو قصتك ابو عصام؟ متأخر اليوم مالك بالعادة؟ والله كان عندي هيك شغلة يشرف عمي. الله يعطيك العافية. ولك دخلات؟ شو آخر دقي؟ معقول هذا بده يضل بخلتنا ليل نهار؟ لا حول لك يا ريت وطرها موالفة على الحارة وروح لهوة. والله كان يا ريح ما قنعتها. والله قنعتها. أكل الله يا زلمة يا أبي. الله يرضى عليك. ما بتجيب لك رجال الحلوة. أنا محمد لا حول ما ينتزع سواك. لا معقول أنا كمان روح ينتزع صباحي للشوفة؟ لا روح على العيلة. تكرم أحلى عريس ختيار. ختيار بعينك. أنت بتحمل شيء؟ ركب عمو والله يعينه. شو ما حل قصد نسوانه؟ حل لي يلا الوكيل. اي والله شي بحل لك. اي معقوله؟ معقوله هذا الليل نهار يضل قاعد بخلقته ويقعد معنا كانه واحد من اهل الحاره؟ ما له حل؟ لا وينيه ما له حل ابو حازم. بالله يا ريتني عوايلي. العمل ايه؟ لك مشان ما له حل. هلا ايش قد بيسوى الراس عنا ما بعرف بس بسألك. اسأل اسأل. تفضل سهري. ضيفه لمزيان بيك. تفضل مزيان بيك. بيك بيك. انا عود بس انت ما قلت لي كم راس بدك؟ قد ما في بيشتري. حلو. شو عندك روس بيشتري عمي؟ بس هذا الحكي بده ضل بيني وبينك. ما بدي ابو جوده ياخذ خبر عن القصه. ايش دخله بجوده؟ طب جوده ما له دخل ابدا. خلص انا بظبط مأذونيه بروح بدقدس وبسألك وبرد لك خبر. بس هلا خليني اروح كمل الدوريه مشان ما حدا يحس. وكراميتك عندي عراسي. من قليل حبيتك من اول ما شفتك انا. تفهم لانك. سلام. الله معه. سهري انت بدك تشتري خواريف؟ ايه بدي اشتري. الاسعار كل ما عم تشد وتقوى ونحن لازم نستفيد من موجة الغلاء. لازم نستفيد. بكره بتشوف قديش رح يصير حقه كيلو اللحمه. بده يغلى؟ خير الله. طيب ليش ما بتروح تشتري الطرش؟ راح اشتري. راح اشتري طرش مع تيسه. لشو التيس؟ عنا تيوس كتير. بالله عنا؟ خير الله. اطلع عدلك يا هون. لا لا خلاص ما في داعي. انت بتيوس افهم مني. ايه ايه. خلصنا الازاز عم ابو حازم. الله يعطيك العافيه. ثبتوا كله بالمعجون. ثبتوا كله بالمعجون. الله يعطيك العافيه. شوف لي الخشبيه الله يرضى عليك. امرك معك. ولك ليش حاطين الكعك هون؟ ناقصنا دهنيه. هلا بحال النمل. هدول اللي سمعوا امي ابو حازم. هلا بنقيمهم. يلا. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. نخلص من العواينيه بيجونا المجانين. دفاعي اطلعي منهم بسرعه. اطلعي. يلا تكشوا شايف. هات هات. عمل لي عمل لي لهلك. عمل لي ارجيلي عجمي. تكرم عينك معلم. يلا رفاعي. يلا فكر. وانا كمان نفس عجمي رفاعي. ولك ما تشوفوا شغلكم. ويخرب بيتك اربع ساعات. الله يعوض عليك يا ابو حازم. اهلين اهلين ابو قاسم. اخي انا نازل على الحمديه لازمني شويه مناشي وموصي على بيلون وعلى اكياس حمام وبرجمه. جيب لك شيء معي. لا والله ابو قاسم كتر خيرك لا تجيب لي شيء معك. بس اذا بتقدر خذ لي شيء معك. لسه في نمال كثير رح تمر على الحاره. الدنيا مقلوبه قلب الله وكيل. مضبوط الا معنا. قال بيقولولك شريك المي ما بيخسر. اي شاركنا المي؟ شو صار فينا؟ شو صار؟ غرقنا فيها. يوكل الله ابو حازم. يا عصفوري يا عصفوري.
شف لي هالنملة. هذا لازم كوشان ورخصة رسمي. رفاي طلع خد له كعكة لتبعه. حاضر معلم. وخد له كاسة شاي خلي بالقلب ودرويشة. الله يجزيك الخير يا أبو حازم. تاخد لك كعكة الكبكاتي. أنا كمان الله يسامعك. شايفة يا بي؟ شايفة محلها هالقصة؟ والله ما بعرف يا بي، أنا يعني بعرف إنه هذا هيك هذا التلفون واحد بيحكي وبيمشي هيك بالشريط الصوت وبيروح على بيت ستك وستك بتحكي معك وعمتك بتحكي معك. شايفة محلها هالشغلة يا بي؟ الدنيا عم تتغير يا بي، عم تتغير. ترامواي قديش حلو يا بي، والترين والسينما هيك الناس هيك عشاشة السينما والطيارة، شغلة شغلة كبيرة يا بي. الدنيا عم تتغير يا رب. الله يطول بعمرك وتشوفي أولاد وولادك وتشوفي هالدنيا كيف عم تتغير يا بي. شو بعرفك؟ شو بعرفك؟ يعني ممكن إنه الواحد يصير يحكي مع واحد على التلفون ويشوفه قدامه؟ لا مثل عم حكيك يا بي، شغلة شغلة كبيرة. مسكي يا بي، مسكي بدي علمك، ها بدي علمك تلمعي دايما. ايه يا بي، ايه 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 ضغط عمني ابو الحكم، طمني رجعوا له اعلاته. على حطت ايدك لا من تمه ولا من كمه. عود هون انت حصه لبين ما انا اروح البيت وارجع. والله انا حصه وين رايح؟ لك ما رايح لك ابو الحكم، ما بدي مشغول انا فوزيه تستعويني، ما بدي سودي. بعتلك خمّة يا نصر عبدي. سيدي انتو ليش حابسيني هون؟ سيدي انا عامل شي سيدي. اه شو بعرفني؟ طيب يعني هون الكراكون تبعكم انو بتحبسوا فيه الناس المحبابين؟ اه ايه انا بجر رئيس الكراكون وانت هون عند مني بالكراكون. طيب يا سيدي يا رئيس الكراكون انا والله ماني عامل شي. بس ولك ولك انت متهم ما بدري شو عامل ويا ويلك. اي خلص والله والله ما عاد ايدها بس التوبه. يلا لحق جوا احسن ما شي يعمل لك فلا. ايه يا سلام لو كل اهل الحاره ينسوا فرد مره وبصير انا رئيس الكراكون. وينو هذا البغل اللي بيشتل حاله مشان حريمه؟ حاكي بالوضع جوا جوا. نمت نموتي اخ. مين هاي؟ مين هاي؟ مين هاي؟ هاي ستو للنمس. يلي بده يتحدى هاي الحارة من هدى، في مين بيحمي الدار بالحق يسون حدى.